سفرات دبي بلشت كغيرها من الأفكار اللي يشوفونها الناس مستحيلة أو صعبة. اللي صار كنا قاعدين باجتماع هيئة إدارية وكنا مقبلين يعني على أطلب شهر واحد. فكان الموضوع إنه شنو نقدر نسوي بشهر واحد. بلشنا سفرات دبي بهذا الموضوع. إنه ليش ما نسوي هوسبيتال فيزيت بدبي؟ كنا نسوي بالكويت. ليش ما نطلع برا؟ 2014 كانت أول رحلة للقائمة الأكاديمية لدبي. النجاح انكتب للرحلة الأولى. واللي بعدها يو ثلاث رحلات آخرها اللي خلصناها اليوم. أول ما سجلوا 153 واحد عموماً إحنا كنا نبي نسكر التسجيل بأقرب وقت ممكن لأن عدد كبير كان تحدي بالنسبة لنا. العدد طلع صادم لنا كلنا وهذا فتح لنا بيبان ثانية بيبان إضافية. أذكر كنا قاعدين بأحد اجتماعات اللجنة الإعلامية واتفقنا إن إحنا مو جايين دبي علشان والله ننظم مؤتمر بس ونرد الكويت. إحنا قلنا إن سفرتنا تغطي الجانب التعليمي وبنفس الوقت تغطي الجانب الترفيهي وهالشيئين يمثلون التحدي بالنسبة لنا. ومن هني جت لنا فكرة أن تكون سفرتنا تحت شعار اللي هو ليميتلس أكاديمية. اللي خلاني صدق أسجل بسفرة لأنه وايد ناس كانوا يقولون لي أن هالسفرة ما تتطوف خصوصاً أنه بسنة أولى لأنه هي أول شيء تجربونه مع القائمة. يعني التنظيم كان وايد مرتب بداية من المطار الكويت لين وصلنا الفندق. كان شيء وايد مبهر ان الحين طلبتنا طلبه الجامعه يقدرون يسوون شيء كذي بهالليفل من التعاون والكوردينيشن. انا يعني صراحه شوكت يعني يوم جيت الصبح شفت 80% حضور وهذا شيء مو طبيعي. كنت وايد سعيده اني لما دخلت على مكتب التسجيل تسجيل المشاركين في المؤتمر لقيت اهتمام بتفاصيل دقيقه. طبعا هذا الشيء الواحد يعني تفاجأ فيه للأمانة. أنا كنت أعتقد أن معاكم ستاف متخصص في تنظيم المؤتمرات. الالتزام بالجدول وبالوقت وترى هذه مؤشرات مهنية رائعة على حسن التنظيم. التزامكم بالمواعيد، التزامكم بالجدول، حسن التنظيم، الاستقبال، توزيع المادة العلمية، التواصل، الناحية الإعلامية، في مؤشرات رائعة على أن تجربتكم قاعدة تنضج سنة عن سنة قاعد تصير أحسن. كل شيء كان وايد منظم وأنا بعد مستانسة لأني شاركت بتنظيم هالمؤتمر. لما أفكر مؤتمر يعني أنا أفكر بشيء ممل بس هالمؤتمر ما كان ممل كلش. الخبرات هذه ما تكتسبونها وأنتوا قاعدين على مقاعد الدراسة. الخبرات هذه جزء أصيل ومكون مهم في خلق شخصية الطبيب الناجح. قبل لا أي رحلة كنت قاعدة أتابع أخبار الطلبة والرحلة عن طريق الهاشتاغ مالكم. للأمانة تفاعل جميل إن أنتوا تتيحون الفرصة حق الطلبة أنهم يزورون زيارات ميدانية حق مستشفيات مرموقة في دبي. هذه فرصة أعتقد فرصة عمر وشيء ممتاز جدا وراح يضيف حق الطلبة وحق حصيلتهم العلمية والحياتية الكثير. في وظائف لها علاقة مباشرة مع الإنسان مثل مهنة الطب. اليوم تعبها وايد شغلها وايد لكن طالب الطب أو صاحب المهنة يدري قيمة هذه المهنة سواء من الجانب الإنساني أو حتى جانب علاقته مع المريض. لو كانت المهنة سهلة كان شفت كل الناس متجمعين على الهرم الوظيفي أطباء. دوركم لا تحصرون فقط على الجانب الطبي، شكراً على دوركم الإنساني، لكن هالشباب والبنات المبدعين والمبدعات ننطر منهم وايد أكبر من مجرد دور طبي وإنساني. خلي يصير عندكم إيمان ويقين إن أنتوا نخبة ما أنجبت الكويت. أنتوا أهلكم استثمروا فيكم وإحنا قاعدين نستثمر فيكم والكويت قاعدة تستثمر فيكم. كلمة فخور ما توفي الشعور اللي بقلبي حالياً لكل شخص ساعدنا بدبي. قاعد أسمع ناس مستانسين، ناس مصدومين، ناس منعجبين من هالتنظيم. هذا شيء كان يتلج الصدر. ومتى تحس بفرحة لما يجيلك واحد من الأهالي يقول لك هالشيء مو طلبة يسوونه؟ هني تنسى كل التعب. صدق إن السفرة كانت 5 أيام والكل يقول إنها وايد كافية على دبي، بس من كثر الناس اللي حسيت فيها ما حسيت بالوقت، لأن قاعد أسوي الشيء اللي أنا أحبه بين الناس اللي أحبهم، وصدق يعني فوق ما توقعت. إحنا كان عندنا كمية كبيرة من الجرأة والإرادة والإصرار على إن إحنا نحقق شيء رقم واحد يليق باسم الكيان اللي قاعد نشتغل له اللي هو الأكاديمية، ورقم 2 يليق بطلبة وطالبات كلية الطب.